كما كتشوفوا عندنا الخرطة لي مونش بوتي كوتي، يعني الخرطة هي على هذا الشكل، والخرطة يعني كتركبات على هذا الشكل. نتمنى تكونوا فهمتوا الخرطة مزيان، والكابلي ديالنا كما كتشوفوا. إذا الخرطة بالنسبة لنا هنايا راه واضحة، ومن هنايا كذلك ومثال واضحة، وجاتنا في فورم ديني دغوات، رغم انها ان بتي بو ايفازي من هنايا، وعلى حسب لي فازي اللي كنا اختارنا لقيناه هو هذاك اوف لي مونش. اذا القب ديالنا هو هذا. اذا غادي ننتقل بكم للقب او نصف طوق اللي موالفين ومعتادين تشوفوه. اذا هذا القب ديالنا، غادي نحسب هذا وظهرو، هذا ظهرو، غادي نشد 8 سنتيم على هذا الشكل ونخيط. إذا هاد الطريقة معتادة عندكم، إذا 8 سنتيم خيط على ظهرو الكرامي على هاد الشكل، ونقلب القبو ديالي، ونشد ديك البلاصة اللي كرانيت فيها، ونخيطها. إذا هذا وجه، كنت إذا غادي نخلي واحد التقبة هنايا باش ندخل الكابلي ديالي. إذا غادي نشد وندير الكابلي دابا، إذا الكابلي غادي يكون في الظهر ديالته، هذا الظهر ديالو هو رسمته. إذا الخلف هذا ديالو غندير بحال هكدا، وغادي نشد وندير واحد التقبة فين يخرج ليا الكابلي من الخلف، هذا هنايا بهذا الشكل. غادي نخرجو من هنا على هذا الشكل، ونخيطو باش ما يبقى ليش الوسخ هنايا، باش ما يبان ليش الوسخ ديالو هنايا. إذا انتهينا من هذه العملية، انتقلوا للعملية أخرى. إن هذا الكابيش ديالي، العملية هنا ما بين والو، ملي كيتقلب القب، يعني حتى لا تقلب وكذا، وما غاديش يتقلب مستحيل، لأن العمليات اللي درنا عملية رياضية وعملية علمية. إذا غادي نشد هذا الوجه ديالو، هنا فين غادي نلصق الكابلي، الوجه ديالي. إذا غادي نخلي سنتيم ونمشي على هاد الطريقة. إذا العملية راه عارفينها ما شاء الله، مجموعة ديال المعلمين والمعلمات راهم يعملوا المجهود ديالهم الكبير في اليوتيوب ما شاء الله عليهم، باش تعلموا هاد القواعد. إنتا الجلابة المغربية اللي كنفتخروا بها. غادي ندير السفيفة، إذا غادي نخلي واحد المسافة ديال 14 سنتيمتر، ونشد ونعمل هكدا. أنا خليت دابا السفيفة ديالي شايطة على هاد الشكل، ونعمل هكدا، وخليت سنتيم مخيطوش ديال الكابوش ديال القط، نزيد 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 16 سنتيمتر، يلا ونعمل هكدا. خليت 2 سنتيمتر ما خيطاش، الى لاحظتوا كان عليا الكابل نزيد نضيفو، معليش
ونخليه 14 سنتيمتر ونقطع هكذا. اذا هاد الوسخ اللي كيبان ليا غادي نحاول نيتوييه على هاد الشكل. اذا ندير الفينيسيون ديالي واخا كنت نديرها من الاول، يعني خص من الاول تكوني درتي غير سنتيم بحكم انني ما قطعتش داكشي وجاني متدبدب. انا دابا كندير الفينيسيون. اذا هنا ما غاديش ندير الكابلي باش نسير به، يعني تشوفوا المونتاج كامله جلابه، لحقاش هذا ستان دوفوار غير تمرين تنقولها ونعاود نكررها. ديما كنخيطو سيغ لو بور سيبا، تكون عندك الدقة ومتمرنا على الماشين. إذا 100 سنتيمتر خليتها ننتقلو. إذا هذا الدار ديال التوب، غادي نكفف سنتيم ديالي على هاد الشكل. اذا غادي نخدم دابا الطوق باش نكمل المونتاج ديالي. غادي نعمل عندي نصف طوق ديال الجلابه كما تشوفوا هنايا، مفتوح حتى لهنايا، ما غاديش ندير الكابلي وداكشي، غادي ندير غير السفيفه باش نوضح لكم الدرس وصافي. لانه الى درت الكابلي غادي يجي مفيني متول وداكشي، ولكن انا الهدف ديالي هو الخراط وكيفاش المونتاج ديال القب. اذا غادي نطوي 1.05 من هنايا كي درت المعلم الامينه مزيخت، ونزيد عامل على هذا الشكل. اذا هذيك البلاصه اللي ما طويتش مزيان راه هي السفيفه تقوم بالعمل ديالها تمايا. اذا نصف طوق فيه عدد كبير ديال الطرق. اذا غادي نشد السفيفه ديالي على هاد الشكل. ونعمل هنايا لا ديريت ديالي بهاد الطريقة، بيت فلاش. واضح الصورة؟ ولا ندير البولا هكذا مليح مليح صح. ونعمل ثاني دورة على هذا الشكل حتى نوازيهم يكونوا متوازين بالنسبة ليا، حتى نشوفهم متوازين عادي يمكن ليا نخيط. إذا الطريقة راه مألوفة عندكم، يعني بزاف ديال الصناعيه والمعلمات داروها في اليوتيوب. اذا ما بقى ليا الا لصق القب ديالي. اذا القب ديالي هذا والفتحه ديالي هي هذه القب على هذا الشكل. هذا الظهر ديالو وهذا الامام ديال القب. غادي نخيط ديك سنتيم اللي خيطت في الكابيش ديالي، ها هي ها هي واضحه بلا تنوري باش يشوفوا مزيان.
نشد كابيش ديالي يدير ها سنتيم اللي تنيت واضحه شوفي واضحه دابا ها سنتيم اللي طويت هنايا في الكابيش وغادي نشد ونخيط على هذا الشكل نخيط على هذا الشكل اذا في لوبيراسيون ديالنا شنو كاين غادي ندير الميليو هذا الميليو ديالي ديال الميليو ديال القب ديالي على هذا الشكل هنا فين طويت وقلبت ها هو شتو اذا الميليو ديالي خصني نقلب على الميليو ديال القرف هذا اذا عادي الميليو ديال القفه نصف القفه ونعمل كرانه على هذا الشكل نتاعي وانا خيط اذا قص الميليو يجيني مع الميليو ديال القفه الميليو ديال الوسط ديال القب يجيني مع الميليو ديال هذا مسائل علمية جاني القب هو هذا اذا بطرق علمية ما جاني الشايط ما جاني حتى شي حاجة الحمد لله اذا البعض القليل اللي كيجي القب شايطو اللي علموا الناس اذا بعد ما عملت هكذا غادي نطويه هنايا ونشد السفيفة ديالي ونقلبها على هذا الشكل نشد نخيط على هذا الشكل الرازي هذا الشيء اللي عندي هنايا على هذا الشكل نحيد الوساخ ديالي باش نقلب ونخيط هكذا وتجيني بيكاج وغادي يجيني من الخلف ديالي غير بيكاج واحد على هذا الشكل اذا هذه كنسميوها زمان كنقولوا لها نيوفري الكلمه مصطلح كنا كنسمعوه في كازابلانكا يعني زمان كنا تقدر مازال عند سيدنا الصناعيين المعلمين الكبار ما شاء الله عليهم الله يحفظهم لنا سعيد من هذا الموضوع القب ديالي السفيفه اللي درت له هذا 14 سنتيم اللي شيط ندخل الوساخ ديالي على هذا الشكل ونخيط ندخل الطوق ديالي اذا هذا الطوق ديالي لاش داخل هنايا باش ندير له لا غارنيتور سو فورم دي غارنيتور نقرني باش ملي تقلب جلابه في الصدر يبان لك السفيفه ويبان لك منظر جميل اذا طريقه الترطاق ديالي هنايا ترطئ راه معروفه متداوله يعني انا غير كنراجع وصافي معكم وما هادشي راه ميسر الحمد لله في اليوتيوب جميع الاخوان كيشرحوه ما شاء الله ما شاء الله كنحبهم في الله سبحانه وتعالى سبنا منو هادي السفيفه عاوتاني بغيت نغطي بها هنايا لا غارنيتور الثانيه هادي غادي نشد هادي وغادي نديرها بطريقه اخرى ماشي بحال الطريقه ديال المعلمه امينه ما شاء الله عليها غادي نديرها هكذا ونشوف ونجيبهم جوج على هاد الشكل اذا ديك الطريقة عطاتها المعلمة امينة كنعطيكم انا الطريقة الثانية انا نخيط لوجي دابا ونديرها هكذا ونعملها هكذا ونقطع داك شوية اللي شايط ليا من الجنة اذا انتهينا من الجلابة الحمد لله الكفافة وداك الشي راه عارفينها اذا ما بقى لنا غير نوريوها لكم إذن هذا هو الموديل ديالنا بالنسبة للخرط إذن كما كتشوفوا الخرط ديالنا على هذا الشكل إذن نتمنى نكونوا توفقنا في هذا الخرط إذن الموضوع اللي ماجي إن شاء الله هو الخرط النيت إذن الخرط مازالين فيهم إن شاء الله هذا الأسبوع إذن إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله